هي توقعات من المعهد الوطني للرصد الجوي تقول أنه فما أمطار منتظرة وتساقط في البرد كيف كيف انخفاض طفيف في درجة الحرارة. أكثر تفاصيل يقدم هنا الخبير في الطقس سي عمر بحبة. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا أستاذ عسلامة. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين. شكرا لك سي عمر. كيفاش الطقس لليوم؟ هل فما تقلبات جوية باش تشهدها البلاد بعد الظهر وإلا لا؟ هو ولايت حاليا الان فما بعض السحب اللي بدات تتكون على المرتفعات الغربيه في ولايه زغوان توا موجوده، زاد ممكن حتى في ولايه سيديانا، ولكن في الحقيقه هي تقلبات خفيفه، معناتها مش كما التقلبات اللي شهدناها منذ ايام قليله. تفكروا معناتها منذ ايام اي فما كميات بتاع امطار نزلت وكانت حتى طيبه نسبيا، شفتوا حتى الصور لبعض بعض الاوديه، وزاد حتى التبرور ينزل الايام الماضيه حتى من الحجم المتوسط معناتها الكبير نسبيا في منطقه في جيت سبيخه في السادس في الكاف في سليانا، فما برشا تبرور يهبط انزل. اليوم فما كميات نتاع امطار متوقعه، الحقيقه كميات ضعيفه متفرقه تهم المرتفعات الغربيه، مرتفعات معناتها منطقه الظهريه معناتها اللي تتعدى من سليانا الوسلاتيه شمال قروان زغوان الى اخره، ربما تنجم توصل للغرب ولايه نابل معناتها ممكن جهه جرومباليا وما جاورها ممكن ربما تصلها بعض التقلبات، ولكن كما قلت معناتها تقلبات خفيفه وسريعه ومتهمش المناطق الكل، معناتها محليا بعض المناطق المرتفعات الغربيه. هذا على مستوى الامطار. على مستوى الحراره يعني تقريبا كما يوم امس بالضبط تقريبا، معناتها شمال تونس عموما ممكن من 22 الى 30 31 درجه، وسط تونس تقريبا في نهايه العشرينيات وبدايه الثلاثينيات ممكن من 25 الى ولا 27 درجه الى تقريبا 30 31 درجه، ممكن قروان اكثر شويه 32 درجه، وجنوب تونس عموما ممكن زاد من 28 حتى ممكن 35 درجه في جنوب غرب تونس توزر وجبلي خاصه. زاد تقريبا نفس درجه الحراره باش تتواصل الايام القادمه تقريبا، يعني نحن نقولوا اجواء شبه صيفيه. عموما الحراره ممكن من 24 الى 35 درجة. أنت والمنطقة معناتها كل ما نبعدوا على البحر وكل ما ننزلوا جنوبا كل ما تكون أكثر حرارة. واضح. مشكور جدا سي عامر، يعطيك الصحة على كافة التفاصيل والمعطيات. نهارك طيب. شكرا لك عامر بحبة الخبير في الطقس. كما قال لكم فما تقلبات جوية خفيفة وطفيفة ببعض المناطق المذكورة اللي كان تفضل ويقدمها لنا. الحرارة كيف نوعا ما توصل ما بين 20 وبين 35 درجة في بين تونس والوطن القبيل والمناطق الساحلية. هكا نخطو لآخر موعدنا ونولي فام. شكرا لكم الناس الكل على متابعتكم المستمرة. نرمين الملكي كانت معكم نورا الميكرو، عمل بن سمين في الإخراج التقني، شروق اللي اليوم عملت مش بالعميل أكاهو اليوم، خليني ساكتة مانيش باش نقول شنو عملت لنا الشغب اللي صار في البلاتو، يعطيها الصحة من الإخراج الرقمي. بعد ساعة يطول عليكم كافة فريق أولاد الكاب، خليكم معنا بغونشي على كاب أفام.